هذا بلد حرمه الله. متى كان التحريم؟ يوم خلق السماوات والأرض. فمكة شرفها الله، لم يمضي عليها يوم كامل منذ وجدت، وهي أول ما وجد من هذا الكون، لم يمضي عليها ولا يوم واحد منفك عن هذا الحكم الذي هو التحريم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. هذا حديث عظيم في بيان حرمة هذا البلد. ابتدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة وضمانة عظيمة لهذا البلد يفرح بها أهل الإسلام. ما هي هذه البشارة؟ تضمنتها قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة. ما معنى لا هجرة؟ بمعنى لن يضطر أهل الإسلام من يوم الفتح إلى يوم القيامة أن يهاجروا من مكة فرارا بدينهم، لأنها ستبقى بلد إسلام ولن تعود بلد كفر، لن تعود بلد كفر، ولن يعود أهلها كفارا، بل ستبقى بلد إسلام. وما من شك أن من امتلأ قلبه بالنصوص من خلال النصوص السابقة بحب هذا البلد والغيرة على هذا البلد الحرام، وأن يبقى هذا البلد الحرام، وأن تبقى هذه الشعائر العظيمة في هذا البلد الحرام، ومن يريد أن تبقى هذه القبلة لتكون وجهته حتى يموت، فمن أدرك تلك المعاني فإنه سيفرح بهذه البشارة فرحا عظيم بأن مكة ستبقى لأهل الإسلام، ولن يطيق ذلك غير المسلمين أن يصلوا إلى هذا المكان، فإن هذا بضمانة ربانية وفق هذا الإخبار. لا هجرة، فلن يحتاج أهل الإسلام أن يهاجروا منها فرارا بدينهم، لأنها أصبحت بلد كفر، فهذا لن يكون. إذن هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الضمانة. ولكن جهاد ونية، بمعنى قد يكون من أهلها من يخرج للجهاد في سبيل الله فهذا يكون، أما أنه يخرج فارا بدينه فهذا لن يكون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن هذا بلد، يخبر عن مكانة هذا البلد، ولعلنا ما نسينا ونحن نقول أن خصيصة الحرم من أعظم الخصائص المتعلقة بهذا المكان. قال: فإن هذا بلد حرمه الله. ولاحظوا عندما قلنا الحرم، لذلك إذا أطلق الحرم قلنا ماذا يراد به؟ البلد كله. وهذا النص الآن يؤيد، فماذا قال؟ إن هذا بلد حرمه الله، وما قال البيت فقط، وإنما عبر عن ماذا؟ عن البلد بأكمله. إن هذا بلد حرمه الله، فالله حرم البلد كله، وحرم البيت في وسط البلد، فالبيت محرم، والمسجد محرم، والبلد محرم، والمسلم في داخل هذا البلد أيضا له حرمته على أعلى درجة وأعلى مستوى. هذا بلد حرمه الله. متى كان التحريم؟ يوم خلق السماوات والأرض. فمكة شرفها الله، لم يمضي عليها يوم كامل منذ وجدت، وهي أول ما وجد من هذا الكون، لم يمضي عليها ولا يوم واحد منفك عن هذا الحكم الذي هو التحريم. حتى الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما عبر ساعة من نهار، برهة وجيزة، فلم يمضي عليها ولا يوم من يوم وجودها إلى نهاية الدنيا، فالله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وهذا والله أمر عظيم.
ما كان لأي بلد آخر، ما كان لأي مكان آخر.